الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اليوم 19/4/2011 بتكلم من امام المجلس على القوات المسلحة. الحمد لله اتنظمت وقفة احتجاجية النهاردة بدعوة من ائتلاف دعم المسلمين الجدد. الحمد لله المسيرة كانت ممتازة جدا، حضارية جدا، ما فيش اي احتكاك بيننا وبين الشرطة العسكرية ولا بيننا وبين الشرطة الموجودة. بدأت المسيرة بعد صلاة الظهر مباشرة ببعض الهتافات وكلمات لبعض الحاضرين والمشايخ، منهم اللواء الدكتور عادل عفيفي، عادل المنصور عفيفي، والشيخ ياسر البرهامي، ودكتور احمد شحاته من الازهر الشريف. وانتقلت بعد كده المسيره بالهتافات بشكل منظم ومرتب جدا 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 في حمايه الشرطه العسكريه وبعض قوات الشرطه النظاميه، المجلس الاعلى للقوات المسلحه بشكل حضاري جدا. الحمد لله مش اي احتكاك بينه وبين اي حد. الحمد لله كانت المسيره منظمه، المرور ماشي، ما وقفناش طريق، ما فيش اي حد قطع طريق، ما فيش اي حد اعتدى على اي حاجه. المجلس الاعلى للقوات المسلحه حرص ان يكون وفد من الائتلاف عشان يقابله. كوننا وفد والحمد لله قابلنا المجلس الاعلى للقوات المسلحه. جالنا اللواء سامح حجازي عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وقابلنا واعلن تعاطفه مع القضيه، هو والعميد محمود قديم اللي هو قائد الشرطه العسكريه، ووعدوا ان هم يعملوا بعض التحريات عشان يشوفوا جذور القضيه بتاعت الضغط الكاميليه والاخوات الاسرات اللي احنا قلناها لهم. وقدمنا لهم طبعا الورق بتاع تحقيقات النيابه وورق اللي يثبت اسلام الاخت كاميليا واسلام الاخوات اللي خطفوهم من قبل الكنيسه. اعلن المجلس ان هو هيبدا التحقيقات فوريا، واحنا رجعنا عند المجلس الاعلى للقوات المسلحه اتكلمنا بالبيان الختامي، واعلنا استمرار الفعاليات والوقفات لحين خروج الاخوات الاسرات المسلمات مع دعمنا، لانه تكون وقفات سلميه تامه ووقفات احتجاجيه ما فيش فيها اي نوع من انواع التعدي على اي ملعب او باص. وفي نفس الوقت بنعلن ان احنا مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه اذا قدم لنا حلول ايجابيه للقضيه، وبنعلن اننا مصرين على مطالبنا، ثلاث مطالب الاساسيه: اخراج الاخت كاميليا شحاته والاخوات الاسرات في كل الاديره، المطلب الثاني محاكمه جميع من اشترك في تسليم الاخوات الاسرات المسلمات سواء من المسلمين او النصارى من اعوان النظام السابق وغيرهم، ثالث مطلب ودي مطالب عادله جدا جدا جدا، ثالث مطلب ان احنا بنقول لابد انه يحاكم كل فرد اشترك في هذا الامر، ولابد انه يسن قانون لحمايه كل مسلم جديد يدخل الى الاسلام من اي ديانه اخرى سواء من النصرانيه او غيرها، حتى يدخل الناس الى دين الله طائعين وهم يامنون على انفسهم من خطف الاديره لهم ومن تعذيبهم في سجون الاديره. اسال الله ان يتقبل منا ومن جميع اخوتي القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.